السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة آخر جزء في محاضرة Connective Tissue، وهي عبارة عن Types of Connective Tissue Broker. عندنا 6 أنواع من Connective Tissue Broker، هنقسمهم 2 2 2 كده عشان ما ننساهمش. Loose Adipose، loose connective tissue، adipose connective tissue، white ويلو ابيض واصفر، white fibrous connective tissue، yellow elastic connective tissue، mucoid connective tissue، reticular connective tissue، MR، mucoid و reticular. 6 انواع. اول حاجه اسمه loose connective tissue او areolar connective tissue. كلمه loose يعني مفكك من بعضه كده، نبص على الصوره كده نحس ان ايه fibers بعيده عن بعضها بالشكل دوت، بيسموه أريولار، يعني في فجوات زي ما نشوف في كده، في فراغات كده فاضية ما فيهاش حاجة، فكروها فجوات كده في الأول إنها ما فيهاش حاجة، empty spaces، عشان كده سموه أريولار connective tissue. بيتكون من إيه؟ أي connective tissue اتفقنا إن عبارة عن fibers و cells و matrix. الفايبرز عندنا زي ما احنا شايفين، لا elastic fiber، collagenous fibers، السيل الخلية المشهورة عندنا fibroblast. الماتريكس هنا لو انها contains false spaces، يعني بتهيألهم انها spaces فاضية false كده، بس هي طبعا فيها ماتريكس مش فاضية. طيب موجود فين؟ نفتكر من اسمه areolar connective tissue. areolar نفتكر حاجتين، under و around. areolar يبقى under skin، areolar around organs. تمام، يبقى ده بالنسبة للوز كونكتيف تيشو، قلنا بيتكون من ايه والاماكن بتاعه ايه. تاني حاجة بعد اللوز اديبوز، اديبوز كونكتيف تيشو من اسمه يعني اديبوز، نسيج دهني، حتى الخلية الدهنية فات سيل بيسموها اديبوسايت. اول حاجة وظيفته ايه؟ الوايت اديبوز، عندنا نوعين من الاديبوز، وايت اديبوز وبراون اديبوز، نسيج دهني ابيض ونسيج دهني لونه براون بني. وظيفة ده ايه؟ وظيفة الوايت اديبوز اللي هو ده الدهن اللي منتشر تحت الجلد عندنا ومنتشر في جسمنا كأدلت كتير. وايت اديبوز تعرفوا طبعا ان الايه، الناس الاوبيز شوية يقولك ده ايه، ما بيسقعوش في الايه في الشتاء، عشان عندهم طبقة من الدهون عازلة هيت انسوليشن. يبقى هو وظيفة الوايت اديبوز ستور فات، بيخزن الدهون، وهيت انسوليشن يعمل عزل الحرارة، ان هو بحيث ما يبردوش في الشتاء، بحيث عندهم ايه فات كتير. طب البراون اديبوز، لا البراون اديبوز مختلف. البراون اديبوز هو براون علشان في ميتوكوندريا، في بيجمنت مديه اللون البراون. ميتوكوندريا وظيفتها تصنع ATP انرجي، وظيفته هيت برودكشن، يبقى مش هيت انسوليشن، بيعملش عزل الحراره، ده بينتج حراره. براون اديبوز بينتج حراره، هيت برودكشن. طيب اللون هنا وايت وهنا براون، ماشي تمام. السايت تفتكروا الوايت اديبوز شبه اللوز كونكتيف تيشو، اللوز كانوا اندر واراوند، اندر سكين ده برضو كده اندر سكين، اراوند ايه؟ اراوند كيدني، بالذات الكيدني حواليها وايت اديبوز كونكتيف تيشو. ولو احنا رحنا اشترينا كده من عند الجزار كلاوي، كلاوي دي هي الكيدني الكليه، الكلاوي دي هنلاقي معاها جزء فات كده دهون بيضة، ده بيبقى وايت اديبوز عشان ما ننساهش. طب البراون اديبوز اللي بينتج حراره ده موجود فين؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الانفانت، البيبي نيو بورن اللي لسه مولود، بيبقى طفل ضعيف محتاج يتدفى، احنا بنلفه في بطاطين كتير، بس سبحان الله ربنا كمان حماه ان هو جسمه بيبقى فيه براون اديبوز على اساس ان هو ينتج له حراره تدفيه. طب احنا كادلت ناس بالغين عندنا البراون اديبوز موجود فين؟ موجود في اماكن معينه، منها الميدياستاينم. يعني ايه ميدياستاينم؟ المنطقه ميديا في النص كده، السنتر بتاعنا في عند مكان القلب في نص الانسان كده، في الميد لاين كده موجود الميدياستاينم حوالين القلب والبلاد فيسز، ده اسمه ميدياستاينم، ده برده سبحان الله ربنا زوده بالبراون اديبوز عشان المنطقه دي تبقى دافيانه، القلب يقدر يشتغل كويس. طيب شكل الخلية في الوايت اديبوز زي البراون اديبوز؟ لا، مختلفين عن بعض. شايفين الوايت اديبوز شرحنا احنا الخلية بتاعه، قلنا فيه فات دروبلت كبيرة كده،
ضغطت على النيوكلس خلتها مبططة flat and peripheral بالشكل ده، والفات ده بأثناء التحضير عمل signaling appearance. عكس البراون أديبوز، البراون أديبوز الخلية فيها ميتوكوندريا موجودة وفيها فات دروبلتس صغيرة بالشكل ده قدامنا، عشان كده النيوكلاس فضلت في مكانها راوندد وسنتر، ما تأثرتش بالفات دروبلتس الصغيرة اللي موجودة دي. يبقى ده الفرق بين الخلية في الوايت أديبوز والبراون أديبوز. دي صورة بالهيماتوكسين والإيسين، شايفين الفات الفراغات البيضة، الفات ده بأثناء التحضير بالشكل ده سيجنت رينج ابيرنس. اما هنا الخلايا، شايفين الخلايا فيها فجوات صغيره كده، ليبت دروبلتس صغيره، والنيوكلياي واضحه قدامنا راوندد وسنترال بالشكل ده. ده الفرق بالوايت اديبوز والبراون اديبوز. طيب ثالث حاجه قلنا في وايت ويلو، وايت فايبرس كونكتيف تيشو. احنا خدنا كلمه وايت دي قبل كده، ايوه وايت كولاجين فايبرز. الوايت كولاجين فايبرز هي اللي عاملة الوايت فايبرس كونكتيف تيشو، بيسموه دنس كونكتيف تيشو. دنس يعني كثيف، فيه فايبرز كتير لازقة في بعضها، عكس اللوز بيبقى مفكك من بعضه. في نوعين من الدنس كونكتيف تيشو، ريجولار تايب وإرريجولار تايب. يعني ايه؟ نوع منتظم، نوع الكولاجين فايبر ماشية بره لإتش أذر ومظبطة جنب بعضها ريجولار بانتظام. وفي نوع إرريجولار، الكولاجين فايبرز ايه كل واحدة في دايركشن مش منتظمين. الريجولار تايب دوت موجود فين؟ موجود في الحاجات المهم انها لازم يبقى كولاجين فيها ريجولار، زي ايه؟ كورنيا اوف ذا اي، كورنيا اللي هي قرنيه العين. قرنيه العين لو هي الكولاجين فايبرز الريجولار هنبقى شايفين بالظبط زي الازاز المصنفر كده، عارفين الازاز المصنفر والازاز اللي هو الواضح الشفاف اللي اقدر اشوف من خلاله. الازاز الواضح الشفاف البارتكلز فيه منتظمه جنب بعضها، عشان كده الضوء بيعدي ستريت واحنا بنقدر نشوف كويس. اما الازاز المصنفر ما نقدرش نشوف وراه ايه، لان البارتكلز بتبقى irregular. نفس الكلام قرنيه العين لازم تبقى الكولاجين فايبرز فيها منتظمه عشان نشوف كويس بوضوح. تاني حاجه التندونز، التندونز اللي هو الوتر الاوتار بتاعه العضله، نهايه العضله بيتجمع فايبرز كده كولاجين فايبرز بارلل، ده تدي طبعا الانتظام، ده يدي قوه للوتر بتاع العضله، بحيث ان احنا في الحركات بتاعتنا وكده الوتر دوت ماسك كويس في بعضه وما يفكش من بعضه. يبقى ريجولار تايب في حاجتين مهمين، تندون اوف ذا ماسل وكورنيا اوف ذا اي. طب الريجولار تايب في اي حته بقى في جسمنا؟ السكليرا، بياض العين. هنا بياض العين ده محتاجه فيه كولاجين فايبرز منتظمه، هو الضوء بيعدي من خلاله؟ لا، يبقى عادي. الكبسول اوف اورجانز نفس الكلام، تمام نفس الكلام. الاربطه اللي مربطه الايه العظم ببعضه والعضلات ببعضها ديت برضو كالليجامنتس ديت بتبقى عباره عن regular type of connective tissue. طب الفايبرز، الفايبر هنا بارلل هناك الريجولار، وطبعا كولاجين فايبرز. والخليه الشهيره عندنا فايبروبلاست. رابع نوع اسمه يلو الاستيك كونكتيف تيشو، من اسمه يلو يبقى الفايبرز اللي فيه هي يلو الاستيك فايبرز. والخليه الشهيره عندنا الفايبروبلاست. موجود فين اليلو الاستيك فايبر؟ تتوقعوا موجود في الحاجات اللي محتاجه الاستيسيتي، محتاجه مرونه في جسمنا. ايه الحاجه اللي محتاجه مرونه في جسمنا؟ الشرايين، الارترز. شرايين عندنا الانسان ما يقعد يقيس كده النبض، النبض دوت اللي بيخلي الارتري هو اللي بيبقى فيه نبض كده، لان فيه مرونه، فيه الاستيسيتي كده، تلاقي حاجه بتتنفض تحت ايدك كده لما بنقيس النبض، لان فيه انا ضاغط هو بيحاول ايه يزق الضغطه دي فبيتنفض بالالاستيسيتي اللي فيه بالالاستيك فايبرز اللي موجوده فيه، يبقى الول اوف ذا ارتريز. ايه كمان؟ البرونكيال تري اللي هي الشعب الهوائية، احنا بناخد شهيق وزفير، الشعب الهوائية دي بتطول وتقصر، ايه اللي خلاها تقدر فيها مرونة كده وتطول وتقصر؟ فيها إلاستيك فايبرز. ايه كمان؟ الليجامنتس عندنا، الأربطة في جسمنا اللي هي أربطة بالذات اللي موجودة بين الفقرات زي الليجامنتم فليفم بين الفقرات، طبعا بنقدر عندنا مرونة الحمد لله، بنقدر نوطي ونتحرك ونروح ونيجي، وفي ناس عندها مرونة زايدة تقدر تعمل حركات يعني يتنوا نفسهم كده ويعملوا حركات صعبه جدا لان بيبقى عندهم الاستيسيتي عاليه في الليجامنتس دي. يبقى الالاستيك فايبر في الول اوف ذا ارتريز، برونكيال تري، اند الاستيك ليجامنتس.
ام وار ميوكويد وريتيكولار، اخر نوعين عندنا ميوكويد كونكتيف تيشو. كلمه ميوكوس يعني مخاطي، ميوكويد يعني حاجه شبه المخاط كده، ميوكويد كونكتيف تيشو حاجه لزجه زي المخاط. بتتكون من ايه الميوكويد كونكتيف تيشو؟ في ماتريكس بتبقى جيلي لايك شبه الجيلي، حاجه مخاطيه كده شبه الجيلي، غنيه بايه؟ اسمه ميوكويد. يبقى فيها ميوسين وفيها ايه كمان؟ نون سلفيت جاجز زي الهايالورونيك اسيد، نون سلفيت عشان كده بتبقى سوفت، يبقى فيه ميوسين وفيها هايالورونيك اسيد واسمه ميوكويد شبه الميوكس. الخليه اللي موجوده فيه اسمها ميوكويد سيلز. موجود فين؟ موجود فين السايت بتاعه؟ شايفين الصورة دي؟ الصورة دي حاجة اسمها الامبلايكال كورد أو الحبل السري. الحبل السري بتاع الجنين، الطفل اللي بيتولد الحبل السري بناخده نقطع فيه كروس سيكشن الحبل السري، بنلاقي فيه اتنين ارترز وواحد فين. شايفين الارتري بيبقى مدور ازاي؟ عشان في الاستيك فايبر احنا ضغط قطعناه بالسكينة، بس هو رجع للدايرة بتاعه تاني. عكس الفين، شوفوا الفين اتطبق ازاي لما اتقطع بالسكينة، ما قدرش يرجع عشان ما فيهوش الاستيك فايبر. اتنين ارترز واحد فين، الشكل اللي شبه كأنه وش انسان، ده الامبلايكال كورد. بين الارترز والفين ده في هنا ايه؟ في ميوكويد كونكتيف تيشو، ميوكويد كونكتيف تيشو، والعالم اكتشفه سماه باسمه وارتونز جيلي، الجيلي بتاع وارتونز، وده جيلي يبقى ميوكويد كونكتيف تيشو. لما نشوف شكل الوش اللي بيضحك ده نفتكر كمان العين. العين فيها حاجه اسمها الفيتراس بادي او الجسم الزجاجي. العين بتاعتنا الكوره دي جواها ايه اللي مخليها مكوره كده؟ ان فيها حاجه اسمها الفيتراس بادي او الجسم الزجاجي، دوت بيبقى نفس الكلام ميوكويد كونكتيف تيشو. نفس الكلام نشوف الماوس ده قدامنا، نفتكر السنه بالب اوف ذا تيس، السنه عصب السنه موجود في حاجه اسمها البالب، لب السنه كده. لب السنه ده عباره عن ميوكويد كونكتيف تيشو. اما نشوف الوش اللي بيضحك ده هنفتكر امبلايكال كورد، نفتكر الفيتراس بادي، نفتكر بالب اوف ذا تيس، ودي اماكن الميوكويد كونكتيف تيشو. اخر نوع من الكونكتيف تيشو اسمه ريتيكولار كونكتيف تيشو. من اسمه ريتيكولار يبقى موجود في ايه؟ موجود في ريتيكولار فايبرز، وموجود في الخليه اللي بتصنع ريتيكولار فايبرز اسمها ريتيكولار سيلز. طيب موجود فين الريتيكولار كونكتيف تيشو؟ موجود في البارينكيماتس اورجان. يعني ايه بارينكيماتس اورجان؟ الاورجانز اللي ما فيهاش ليومن زي الليفر، سبلين، كدني. الخلايا بتبقى عايزة مخدة تنام عليها، المخدة اللي عندنا شبكة من الريتيكولار فايبرز عاملة ريتيكولار كونكتيف تيشو سواء ليفر، سبلين، كدني. كده خلصنا كونكتيف تيشو. فاضل وظائف الكونكتيف تيشو. ايه وظائف الكونكتيف تيشو بروبر؟ من الحاجات اللي قلناها قبل كده هتظهر لنا الوظائف. اول حاجة اسمه كونكتيف، يبقى بيعمل كونكشن، بيربط التيشوز والأورجان مع بعضها. تاني حاجة وهو ماشي بيبقى معاه البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتيك للأورجان ده، وهو داخل للأورجان يبقى بيدي الأورجان بالبلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتيكس. في خلية الفايبروبلاست فاكرينها؟ كانت مسؤولة إنها بتصنع فايبرز عشان تعمل هيلينج أوف ذا ووند. تاني حاجة ديفنس ميكانيزم أجينست بكتيريا أند أنتيجين، بياكل البكتيريا فاجوسيتوزس للبكتيريا والأنتيجين. عن طريق إيه فاكرين؟ ماكروفاج تعمل فاجوسيتوزس، بلازما سيل كانت بتفرز الانتي بوديز، الماست سيل كانت بتعمل هيستامين ريليز عشان في الايه؟ في الالرجي. وبكده يبقى خلصنا الكونكتيف تيشو، نشوفكم في محاضرات اخرى ان شاء الله، وشكرا.